أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم مثل معنا. حلقتنا للأسبوع رح تكون عن مثل كتير مناسب بهالفترة. المثل بيقول دخان يعمي ولا برد يقتل. خلينا نروح سوا لنشوف شو بيعرفوا الناس عن قصة هالمثلين وإمتى بينقالوا. يلا معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. الله يعافيك. من وين حضرتك؟ نازز. شو عم تشتغل؟ انا عندي شحن سائق. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك. بدي اسالك شلون البرد السنه؟ البرد والله زياده عن المعدل السنوي يعني. كثير كثير. طيب، في مثل بيقول دخان يعمي ولا برد يقتل. سمعان فيه؟ سمعان فيه. شو قصته؟ يعني دخان يعني بتحمل واحد دخان، بس البرد بقتل، بيضر يعني الانسان البرد الزايد يعني. بتعرف من اجت قصته؟ بتعرف من وين اجت قصته؟ قصة المثل ولا ايه؟ قصة ايه؟ المثل ايه؟ ما بعرف. طيب، في مثل بيقول البرد والقلة سبب كل علة. البرد والقلة سبب كل علة. ايه في كمان نفس الشيء. ايه شو معناته هذا؟ ايه مين قال؟ القلة يعني مثلا قلة الموارد يعني قلة الرزق، قلة هاي القلة يعني. يعني الفقر. الفقر حتما. ايه الفقر والبرد يجيبوا العلل. يجيبوا العلل للإنسان. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك؟ حياكم الله. مرحبا عمو. اهلا عمو. مين منكم صاحب المحل هون؟ حجي والدي. نعم. اهلا وسهلا فيك. هون شوي. يلا. شلون البرد بعزاز السنه بالشمال؟ والله البرد ما عدى علينا برد مثل السنه الماضيه، السنه دفى شوي. ما عدى علينا 3-4 أيام سقعه فقط لا غير. بس ما طول السنه البرد؟ لا طول. طول. الشتي طول مو البرد. الشتي طول. الشتي طول. طول واخذ السيول واخذ الزرع واخذ الاول ما خلى شيء. سبحت العالم. حضرتك من وين؟ من عزاز. من هون. من عزاز. والعم؟ من حلب. من عزاز. في مثل بيقول دخان يعمي ولا برد يقتل. نعم. سمعان فيه؟ اكيد سمعان فيه. في مثل ثاني بيشبهه؟ هلا في مثل البرد سبب كل علة بيقولوا هن نحن. هيك بيقولوا؟ انه البرد سبب كل الامراض. البرد والقلة ولا البرد بس؟ لا البرد والقلة كمان. إذا في قلة هي الفقر صعب صعب. بحلب شو بيقولوا؟ الفليس هو كل علة. الفليس كل علة. يعطيك العافية. الله يعافيك. ليه بس نصكم أنت؟ والله على هالجو معتدل. معتدل؟ معتدل. امبارحة ما كان برد؟ امبارحة وقت امبارحة إيه برد. بس اليوم يعني افضل من امبارحه. شغل الصوبيا؟ لا والله. ليش؟ ما في مازوط. ايش هو المثل اللي بطابق هالحاله هي؟ المثل اللي بطابق الحاله والله ما عرفت. انت من وين؟ والله انا من حلب من الصاخور. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. لازم تكون شاطر بالامثال. ايه بس هالامثال ما بعرف فيه. بس انت انا بذكرك. تفضل. في مثل بيقول البرد والقلة كملوا. البرد والقلة اسباب كل عله. اسباب كل عله. البرد والعله اسباب كل عله. اسباب كل عله. ايه انت موافق انه هالمثل صحيح؟ والله صحيح. عدى علينا انه الشتويه عدت علينا. ايش غير مثل كمان بيحكي على البرد؟ البرد اسباب كل عله مثل بس هيك نعم نعرف هالشيء. في مثل بيجي فيه هيك دخان وما دخان متذكروا شيء؟ دخان يعمي ولا برد يقتل. ولا برد يقتل يموت او كذا. حلو. عرفوا هالمثل هذا؟ ايه لانه عدى علينا هالايام. هي عدى علينا. شو اصل هذا المثل؟ منين اجى؟ والله ما عندي علم فيه. ما عندك فكره؟ لا. من حضرتك؟ ملبس المية. اهلا وسهلا فيك. الله يسلمك يا استاذ. لبس انت كانه ربيع اليوم.
ايه الحمد لله رب العالمين. شلون الجو؟ ما شاء الله الاجواء ما شاء الله عليها، صلاة على النبي. خف البرد شوي؟ ايه الحمد لله رب العالمين، هذا فضل الله الحمد لله. في مثل بيقول برد، شو بيقول؟ برد البرد. برد الشتاء يعني برد الصيف. إيه؟ كحد الصيف. كحد الصيف. عسن. وغير هيك في مثل بيقول دخان يعمي ولا برد يقتل. وغير هيك البرد والعلة دواء، مو دواء، سبب كل علة، سبب كل علة. نعم يا استاذ مصطفى، يعني كلها امثال مشتركة الحمد لله رب العالمين. ايه كويس. شو اصل هيدي الامثال؟ وين بتنقال؟ هي بتنقال يعني الامثال هي يعني على الصيف وعلى الشتاء اذا تاخر البرد. اذا تاخر البرد نعم. ما شاء الله نحن جاينا برد يعني هالشتوية طويلة. الله يعطيكم العافية. الله يبارك فيك استاذ مصطفى. الله شكرا لك. سلامات يا استاذ. شو وجهك في جو السنة؟ نتمنى من الله خير إن شاء الله، بس يعني بالنسبة للوضع المادي كسيد نتمنى من الله خير إن شاء الله. بالنسبة للمواسم كلها انضربت، بس يعني متأمل من الله خير. البرد أثر على الموسم؟ والله انضرب كل الموسم تقريبا. أنت مزارع؟ لا، عمال المزارعين. شو بتشغل أنت؟ أنا عندي سوبر ماركت. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. شو أمثال تنقال على البرد؟ والله يعني شو قلت؟ عن البرد. ايش البرد؟ اكلنا برد هاي السنه ما حدا اكله بحياتنا، برد وسقعه وثلج، ما بعمره ما عدى هيك علينا هيك سنه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يعطيك العافيه. الله يعافي قلبك. من وين حضرتك؟ من الغوطه. من الغوطه. وين ساكنين؟ ساكنين بعفرين. عفرين. لابس نصكم انت؟ الدنيا صيف. من ايمت صيف هذه الدنيا؟ الى مبارح واليوم. وكان قبل؟ برد. برد. اهل الغوطة شو بيقولوا امثال على البرد؟ امثال على البرد؟ ايه. لا. خلي يسمع. ايه. نحن اهل حمص. ايه. خبي حطباتك الكبار لعمك آدار. شو المقصود يعني؟ انه بالبرد بيجي كله بقادر. ايه انه هيك بس. هاي مقوله مثل ما بقولها شعبيه، هلا نحن ما بنعرف. عيديه. خبي حطباتك الكبار لعمك قادر، بس نحن هلا صرنا بنيسان. يعني معناه هذا المثل انطبق السنه. مطرت نيسان تحيي الانسان، يعني المطره هاي حلوه كتير يعني. يعني بالنسبة للبرد، إيه؟ والله زايد منطقة باردة. إيه؟ أخيوب يعني بيجي الشتاء بارد بقوي بشكل، وكل ما رحت لقبلة لا هيك يعني صوب حلب وتصير أتفل الجو. إيه بس شو الأمثال اللي بيقولوه أهل عزاز عن البرد؟ يعني الأمثال عن البرد بيقولوا برد. بس بيقولوا برد؟ إيه برد. برد وشتة بيجينا ثلج احنا هون كثير. أيوة. من مو قريبة حدود تركيا. البرد والقلة سبب كل علة ما معنكم؟ العلة؟ البرد والقلة سبب كل علة. ايوة. ما بيقولوا هالعزاز؟ يقولوها طبعا. ودخان يعمي ولا برد؟ ولا برد. دخان يعمي ولا برد يغمي، صحيح. هالحكي صحيح. صحيح. هذا مثل قديم. ايوة. الاولين قبلنا الكبار المخ اكترون حكوه. ما بحكوا كلام عن عبس. كلام بده يجي مطرحه. وهذا مثل صحيح. ايه ابدا صحيح. الله محييك عمو. وتحيا. اهلا وسهلا. سلامات. مثل ما شفتوا كل اللي سألناهم ما عرفوا شو هي القصة الحقيقية لواحد من المثلين يلي سألنا عنهم. رح نروح معكم لنعرف شو هي القصة الحقيقية لهالمثلين وامتى بينقلوا. تتعدد القصص والروايات عن الأمثال التي تتحدث عن البرد وقساوته، لا سيما في غير وقته، ومنها تلك التي تتحدث عن قصة المثل القائل دخان يعمي ولا برد يقتل.
حيث يذكر أن رجلاً طلب من زوجته في يوم شديد البرودة أن تحضر له الحطب ليوقد ناراً، فقالت له زوجته أن ما لديهم من الحطب أخضر ولم ييبس بعد ولا يصلح لإشعال النار، وإذا أشعلته فلن يخرج منه إلا الدخان. ولكن الزوج وعلى ما يبدو من شدة البرد أصر أن تحضر زوجته الحطب وتشعله، قائلا لها دخان يعمي ولا برد يقتل. وهناك أمثال أخرى تحاكي هذا المثل، منها برد الصيف كحد السيف، والبرد والقلة سبب كل علة، وغيرها من الأمثال الشائعة. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقة هالأسبوع من برنامج مثل معنا، واللي كانت عن الأمثال اللي بتخص فصل البرد. كنا عم نحكي عن المثل اللي بيقول دخان يعمي ولا برد يقتل، والبرد والقلة السبب كل علة. لمتابعة برنامجنا تابعوا صفحة الفيس الخاصة بالقناة وموقعنا على الانترنت halabtoday.tv.net. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.